اهلا بكم، انا سامي من فوزي اكاديمي. في الفيديو ده انا حاولت اشغل فيديو عادي MP4 على برنامج ميديا بلاير، ولكن ظهرت لي الرساله دي: ويندو ميديا بلاير انكاونترد بروبلم، زي ما انتم شايفين كده. طيب نعمل ايه؟ انا حاولت الحقيقه اجرب حاجات كتيره، ده معناه ان في مشكلة في الفايل، ولكن لو هي المشكلة في الميديا بلاير، انا عملت رحت على support.microsoft.com وحاولت ابحث وكتبت فيكس ميديا بلاير وظهرت لي حاجات كتيرة. انتهيت الى ان في برنامج اسمه مايكروسوفت فيكسيت، هو ده اللي انا ممكن يعني اتعامل معاه ويحل لي مشكلتي. طبعا انا اللينك الخاص بهذا البرنامج حطه في الديسكريبشن فيديو اللي هي موجودة تحت الفيديو في اليوتيوب، هتلاقوا اللينك ويوصلكم للبرنامج ده، تقدروا تنزلوه وتحلوا المشكلة لو هي مشكلة خاصة ببرنامج الميديا بلاير، ويندوز ميديا بلاير. طبعا الويندو ميديا بلاير ليه وظائف كتيرة جدا هتعرفوها بالتفصيل، ولكن ليه طريقتين للتنزيل زي ما انتم شايفين: يا اما تقول ران ناو وهو هيشتغل على طول وتختاره وتحل، يا اما تقول ادفانس داونلود وتختار تضرب على داونلود وبتنزله في مكان على فلاشة وتقدر تاخده تحل بيه المشاكل دي الخاصة في اي مكان، في اي كمبيوتر تاني حتى ديسكونكتد مش على النت. طيب ده البرنامج ده بيحل مشاكل اوتوماتيكلي من غير اي تدخل، مجرد خيارات منك وضغطة كليك وبيخلص على طول، وده اللي احنا هنجربه زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. وليه وظائف كتيرة جدا، وهتلاقي فيه 28 ايشيو او مشكلة ممكن يحلهم متصنفين في كاتيجوري. انا هنا ادربت على داونلود وهقول ران، وبعدين هختار بقى احطه على الفلاشة اللي هي بحرف اتش وبينزل هو دلوقتي، وبعد ما نزل وكمبليت بروح على الاتش مرة تانية وبضرب على لونش فيكسيت دوت اي اكس اي اللي هو موجودة في الفولدر اللي انا اخترته، وهنا ال 28 ايشوز اللي هو بيحلهم متصنفين تحت كاتيجوري. انا عارف ايه مشكلتي، بختار الايشيو الخاص بمشكلتي وبيحلها. طبعا انتوا لازم تشوفوا ال 28 ايشيو دول لانه ممكن يساعدكم في حل مشكلات تاني. انا دلوقتي لما ضربت على اخترت الايشيو بتاعي وقلت ران، فهو بيشغل الجزء الخاص بالايشيو ده اللي هو ان الويندو ميديا بلاير مش شغال، الفايل فيه مشكلة. طيب دلوقتي بدأ يشتغل اهو ستارت، وهنا بنقول ديتكت، بنختار ديتكت بروبلمز اند ابلاي ذا فيكسز فور مي، ده الريكومند انك تختار. ضربنا عليه بنفضل مستمرين معاه، وبنقول ريسيت ويندو ميديا بلاير، بنضرب عليها برضو وريسيت ويندوز ميديا بلاير لايبراري، وبيديني في الاخر النتيجة ايه هي الاجزاء اللي عمل فيها فيكسنج زي ما انتم شايفين، واقدر اروح على ريبورت بيديني بالتفصيل كل حاجة هو عملها زي ما انتم شايفين، وعليها فيكسز علامة صح ان هو حل المشكلة، سيطر عليها وحصرها وحلها. طبعا الفايل بتاع الريبورت ده موجود في الابليكيشن داتا. انا رحت على فيديو خاص بيا وقعدت بقى اجرب هيشتغل ولا لا، بنلاحظ ان الفيديو اشتغل زي ما انتم شايفين بكل سهولة. اذا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وشيروه وزوروا فوزي اكاديمي.com. شكرا ليكم.